لكن ارجع بسرعه الى خبر انضمام محمود متولي، لان معايا تليفون مهم جدا مع احد الكوادر الشبابيه اللي في النادي الاهلي وليه دور في الفتره الاخيره بعد التنسيق مع قطاع كره القدم والرجوع للكابتن محمود الخطيب في انهاء عدد من الصفقات وتدعيم صفوف الفريق الاول خلال الفتره القادمه. برحب على الهاتف بالكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي. كابتن امير برحب بيك وكل التوفيق ليك يا رب، وسعداء بالفتره الحاليه والشغل اللي معمول لتدعيم صفوف الفريق في الفتره الجايه. محمد حبيبي ميرسي جدا جدا على الكلام الجميل ده. بالعكس حقك، واكتر حاجه كمان بشيد بيها الشغل السري، شابوه للشغل السري والتفاوضات خلال الفتره الحاليه وتدعيم الصفوف في اماكن مهمه ولاعبين مهمين كمان بالنسبه للاهلي خلال الفتره القادمه. ما بنعرفش، او الاعلام بشكل عام والصحافه ما بتعرفش الا في الساعات الاخيره، سواء في صفقه المالي أليو ديانج او حتى صفقه محمود ده متولي. بص الحمد لله ده اللي عارف الاهلي من زمان شباب الماده ده، احنا مش بنتكلم قبل فترات خالص، وبالنسبه لنا بيكون الاعلام بعدها بعد ما كلها مستقره وخلاص وكل حاجه واضحه بالنسبه لنا، فده حاجه بنحط وارين فربنا عليها يعني، ربنا يكرمنا على كده ان شاء الله. طيب صفقه محمود متولي صفقه مهمه سواء على المستوى الفني او على المستوى الاداري، لان كمان التعاقد مع هذا اللاعب بالتفاوض مع النادي الاسماعيلي اكيد كان في فتره تفاوضات مفاوضات طويله مع النادي الاسماعيلي، وشيء ايجابي التعامل مع اداره النادي الاسماعيلي بهذا الشكل، وايضا هناك بروتوكول تعاون خلال الفتره القادمه. ايه التصريحات او ايه الموضوع اللي عندك بالظبط في هذا الشأن؟ طبعا اول حاجه التفاوض بدا مع النادي الاسماعيلي من ايام محمد فضل. محمد فضل هو اللي كان بدا كلام على متولي، كلام مع اداره النادي ومع اللعيب نفسه، وكان وصل لمرحله كانت كويسه بالنسبه لنا جدا، ان احنا بدانا شغل بدانا من حته اهو كانت كلها كويسه جدا. طبعا كان في شويه طلبات ماليه للنادي الاسماعيلي، طبعا قعدنا نتكلم شويه وصلنا رقم اللي هو ال 15 مليون، وده رقم شايفين ان هو مناسب جدا. طبعا انت عارف اتولي كان حاطط سنه في عقده، تمام؟ احنا كان لنا توضح واضح ان احنا النادي الاسماعيلي عايزين احنا لا نساهم مع النادي ان احنا نعمل بروتوكول اللعيبه من طرفين، يعني احنا لو عايزين لعيب اسماعيلي او هو عايز لعيب مننا عنده اي احتياجات احنا نساعده فيها، فلازم يكون علاقه بيننا وبين النادي الاسماعيلي يكون فيها شراكه وتكون بتفيد النادي الاهلي في حته ان احنا لو احتاجنا منه اي مساهمات في الحته الفنيه، والنادي الاسماعيلي برضه لو عايزنا لعيبه في اي وقت طبعا مجهزين، مثلا لو عايز اي مساعدات اخرى بشكل اخر تسويقيه اداريه احنا برضه نساعده. تمام، شيء ايجابي جدا التعامل مع اداره النادي الاسماعيلي بهذا الشكل الاحترافي، وبالتاكيد ده تعاون مثمر خلال الفتره القادمه، وانا بعتبر ان التعاون ده اهم كتير جدا من اي صفقه ممكن تتم على المستوى الفني يا كابتن امير. طبعا النادي الاسماعيلي كبير واحنا نتشرف ان احنا نشتغل معاهم، والناس كانوا محترمين جدا معانا في التعامل الفتره اللي فاتت، وكان كلامهم واحد عمره ما رجع في كلامه خالص من اول ما كنا في موضوع متولي، واخيرا كان امبارح بالليل احنا خلاص امبارح الساعه 9 الصبح، يعني كان كابتن خطيب كان معايا على التليفون، وكان مهندس عدلي كان حتى كان عنده هوا امبارح في القناه، كان فتح خط اتصال مباشر اللي معايا كل شويه بيشوف وصلنا لفين، وكملنا لغايه الفجر مع بعض، والناس كانوا طبعا كانت شايله لنا يعني فوق راسهم يعني، فطبعا دي حاجه يحترم يعني يشكروا جدا عليها، وان شاء الله تكون زي ما قلت لك تكون بدايه للتعاون بيننا وبينهم الفتره الجايه. اخر سؤال، طبعا يعني مش هقول لك ايه الجديد او اللي جاي، لان اكيد انا عاجبني جدا السريه في الشغل ده عشان تدعيم الصفوف في الفتره القادمه، لكن ان شاء الله الفترة القادمة في حاجات أفضل وفي تدعيم للصفوف بالنسبة للجهاز الفني عشان يقدر يشتغل على القائمة الإفريقية والبطولة الإفريقية بشكل أفضل إن شاء الله. طبعا حضرتك عارف احنا وزننا في التعاقدات، احنا مش إدارة فنية، احنا إدارة تطور بننفذ الإدارة الفنية محتاجة لعيب احنا بنتعاقد معاه. فطبعا احنا الجهاز الفني أول ما يكون ليه أي طلبات فنية احنا دورنا احنا ننفذها على طول. الحمد لله ماشيين في الطريق المظبوط مع الجهاز الفني مثلا فردي وكابتن سيد. ان شاء الله احنا لو في حاجه اليومين الجايين شايفين ان هي تكون محتاجه تدخل مننا ان احنا نخلص اي احتياج ثاني ليهم اكيد طبعا نحطها. اكيد. كابتن امير توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك، وسعداء بالفتره الحاليه في الشغل اللي بيتم بالنسبه لقطاع كره القدم سواء في تدعيم الصفوف او التعاقدات بالنسبه للفتره القادمه. شكرا ليك وكل التوفيق ليك يا رب واداره التعاقدات في النادي الاهلي.